بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تم الانتهاء من دراسة المجموعة الأولى للشقوق القاعدية، هندرس دلوقتي المجموعة الثانية للشقوق القاعدية. هذه المجموعة تسمى مجموعة كبريتيد الهيدروجين. تقسم هذه أملاح هذه المجموعة لمجموعتين فرعيتين. المجموعة الفرعية الأولى تشمل أملاح الزئبقيق والنحاس والبزموس والكادميوم، وهذه الأملاح هذه الفلزات الكبريتيدات بتاعتها شحيحة الذوبان في كل من حمض HCl المخفف وكبريتيد الأمونيوم الأصفر. المجموعة الفرعية الثانية تشمل على أملاح الزرنيخ والأنتيمون والقصدير، الكبريتيدات بتاعتها لا تذوب في حمض HCl المخفف ولكنها سهلة الذوبان في محلول كبريتيد الأمونيوم الأصفر. هندرس من أملاح هذه المجموعة الثانية أملاح النحاس، النحاس Cu، والتكافؤ بتاعه ثنائي. طبعا الكاشف بتاع المجموعة قلنا كبريتيد الهيدروجين H2S، طبعا في وجود قطرات من HCl المخفف. خلاص يا شباب، في وجود قطرات من حمض HCl المخفف محلول الملح اهو، واخدين مثال مثلا وليكن كبريتات النحاس، زائد الكاشف بتاع المجموعة اللي هو كبريتيد الهيدروجين في وجود قطرات من حمض HCl المخفف، يتكون راسب اسود من كبريتيد النحاس اهو، كبريتيد النحاس. هذا الراسب يا شباب بيبقى شحيح الذوبان في الأحماض المخففة زي حمض HCl، وكذلك لا يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر. طيب التجربة الثانية، هناخد محلول الملح مع هيدروكسيد الأمونيوم. أولا يترسب هذا الملح القاعدي أزرق اللون، يترسب أولا الملح القاعدي أزرق اللون اللي هو عبارة عن هيدروكسيد النحاس الذي يذوب في زيادة من هيدروكسيد الأمونيوم مكونا محلول شديد الزرقة. هنيجي نشوف الكلام ده. ادي المثال اللي احنا واخدينه، كبريتات النحاس في وجود هيدروكسيد الامونيوم، فعلى طول بيتكون اولا الملح القاعدي اللي هو ازرق اللون CuOH كل اتنين. طبعا هذا الملح القاعدي عند ذوبان في زيادة من هيدروكسيد الامونيوم فيكون محلول شديد الزرق. خلاص يا شباب. طيب التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع حديد وسيانيد البوتاسيوم. حديد وسيانيد البوتاسيوم بيتكون راسب بنقول عليه شوكولاتي بني محمر، شوكولاتي من حديد وسيانيد النحاس. ادي المثال اللي احنا واخدينه، كبريتات النحاس في وجود حديد وسيانيد البوتاسيوم، فعلى طول بيتكون راسب شوكولاتي او بني محمر من حديد وسيانيد النحاس. التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم الـ NaOH، فيتكون راسب أزرق يتحول بالتسخين إلى راسب أسود. أدي المثال اللي احنا واخدينه، كبريتات النحاس في وجود هيدروكسيد الصوديوم NaOH يتكون على طول راسب أزرق، هو عبارة عن ده اللي هو المحلول او الملح القاعدي اللي هو هيدروكسيد النحاس. هيدروكسيد النحاس لما اجي اسخنه على طول هيتحول الى راسب اسود عبارة عن اكسيد النحاس. كمان هندرس من املاح هذه المجموعة املاح الكادميوم سي دي والتكافؤ بتاعه ثنائي. اول حاجة مع الكاشف بتاع المجموعة كبريتيد الهيدروجين على طول هيتكون راسب اصفر كناري من كبريتيد الكادميوم من المحاليل ضعيفة الحموض، والراسب هذا المتكون اللي هو عبارة عن كبريتيد الكادميوم ده لا يذوب في الأحماض المخففة أو كبريتيد الأمونيوم الأصفر. أدي المثال اللي احنا واخدينه، كبريتات الكادميوم في وجود الكاشف بتاع المجموعة كبريتيد الهيدروجين فبيديني على طول راسب أصفر كناري من كبريتيد الكادميوم. خلاص يا شباب. التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم هيتكون راسب أبيض من هيدروكسيد الكادميوم يذوب في زيادة من هيدروكسيد الأمونيوم أهو. أدي المثال، كبريتات الكادميوم في وجود هيدروكسيد الأمونيوم فيتكون راسب أبيض عبارة عن هيدروكسيد الكادميوم، لو جيت زودت زيادة من هيدروكسيد الأمونيوم هلاقي إن الراسب ده بيذوب. التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع حديد وسيانيد البوتاسيوم فيظهر راسب أبيض من حديد وسيانيد الكادميوم أهو. أدي كبريتات الكادميوم في وجود حديد وسيانيد البوتاسيوم، هذا هو عبارة عن الراسب الأبيض المتكون عبارة عن حديد وسيانيد الكادميوم.